مرحبا بكم في حلقة جديدة من دبارة خفلف. واليوم دبارتنا سهلة مهلة اون بلوس تنجح على الاخر، سورتو للصغيرات تدخلوا لهم الخضرة. خاطرش نحطوا الفلفل، باش نحطوا لوبيرجين، وباش نعملوا اليوم لوبيرجين محشية، البتنجان المحشي بطريقة جديدة خفيفة وبنينة. سورتو خاطر جينيرالمون البتنجان ما نستعملوش برشا في مكلتنا التونسية، دونك اليوم قلت يا برا خلينا نجربوا الريسيت هذيا على الطريقة التنويشية. نخليكم على الانغريديون ومن بعد نتعداو ديريكتومون للغوسيت، وثبتوا مليح مليح وتبعوني مليح مليح خاطر فيها برشا ديزاستوس باش تجيكم ناجحة وامبيكابل وعالمية. وتعداو الانغريديون، هوني عنا الخضرة متاعنا باش نستحقوا اوبرجين، باش نستحقوا معاها شوية فلفل اخضر واصفر واحمر كان فما. هوني عنا ويل فيجيتال متاع جديدة، شوية سوس طومات مش نمرقو بها، كريم شيدار متاع بريزيدون، هوني عنا بصل، شوية بهارات متاع شاورما، ثوم، ومعاه شوية بلون دو بولي. نبداو بالروسيت متاعنا، والمرة هذية حاجة مانيش مستسين بها بتنجين ودرشنية وكل، دونك مش ديما معنيش برشا دي بلا معمولين بالبتنجين، اما راهو البتنجين نجمو نعملو بيه برشا حاجات. في تونس نعملو بيه مدربل، نعملو بيه مبطل، بتنجان مبطل، اما ما عنيش برشا فاريتي هكا نتاع دي غوسيت. يا اخي قلت علاش يا منال ما نعملوش هكا كل مره فازه كسوسوا بالبتنجان والا بالكورجيت، زاده فيها برشا 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 منافع. دونك هوني اول حاجه باش نبداو بها الحشو نتاعنا اللي باش نحطوه في وسط البتنجانات هذوكم اللي هما كيما الوردات. دونك باش ناخذوهم ناخذو بلون دو بولي كيما هكا اسكالوب دو بولي، وباش نقصوه طريفات صغار دي بيتي دي. دونك اش معناها؟ معناها نجيو ناخذو ترونشيت هكايا، ونعطيكم فازة أخرى كان عندكم شوية وقت وكل شيء. خذوا صدر الدجاج بالعظم متاعو، خذوا منه البلون هذايا اللي حشتكم به الاسكالوب، ومن بعديك الباقي عملوا به شربة. الشربة راهو هذاك يسيبك الجو متاعو والكل، بالحق ما تلوحوا شيء. تعرفوني أنا هوني أنتي غاسبياج، ما نحبش حد شيء يتلوح. دونك هنايا احنا توا باش نبداو نحطوا أكل الدجاج متاعنا، نقصوه طريفات صغار باش من بعد اكل الحشوه متاعنا ما نقعدوش نفتفتوا فيه الدجاج معناتها، ويجينا حتى منظره يبدا ياسر مزيان. على خاطر شنو فما حاجه ديما نقولها لكم هنا، العين تاكل قبل ما تذوق. دونك نحبوا زيد هكا يبدا منظره مزيان لو بلا، وحتى معناتها يجيك ضيفين ولا حاجه تلقى ما تقدم، سورتو تبدا حاجه اوريجينال. خاطر اول حاجه تجي في مخك هي المقرونه والكسكسي والمرقه. وكان هكا حبيت تدلل الضيفين متاعك شنو باش تعمل لهم؟ طاجين ولا رز بالفاكهه. باش نقص هذوما الكل توا اون بيتي دي، ما نستحقوش ياسر، راهو دجاج معناها شويه بركه. اما هذا انا شفته على اليوتيوب وياسر عجبتني، انا نتفرج برشا راهو في لي غوسيت، ياسر عجبتني، ظهرت لي ياسر اوريجينال. قلت طيب برا خلينا نجربوها، جربتها مره يا اخي جاتني محلاها ومزيانه هكا وكل، قلت برجوليه لازم نوتكم بها. بيه دونك هوني عنا الدجاج متاعنا قصيناه، باش ناخذو هنايا شويه زيت، ناخذو الثوم باش يجينا فاوح، وهوني عندي بهارات متاع الشاورما باش نخليهم يتقليو في شويه متاع الزيت هذاك. بهارات الشاورما تلقاوهم حاضرين والا تنجموا حتى تعملوهم وحدكم، فيهم برشا حاجات، فيهم نواد موسكات، فيهم الملح، فيهم الفلفل الاحمر هذاك البابريكا، فيهم التيبل، فيهم الكرويه، شنو اخر حسيلو شله من المنكهات واللفحات. من الحق هكا كي ناخذو حاضر توا ولاو يبيعوهم، مثلا افحات دجاج، افحات شاورما، افحات بقري، افحات حوت، دونك نشريهم نلقى فيهم الحاجات الكل. بيان سور باش تقولوا لي بنت الحاجه نتاع الدار وحدها، دونك تنجموا تعملوهم وحدكم كيما وريتكم، كيما قلت لكم باش نزيد شويه كركم هنا، تنجموا تزيدوا تنجموا لي. باش نحطوا معاها فلفل اكحل وملح. اي واش تقولوا لي شبيك تفوح قبل ما تحط الدجاج؟ نحب نحطهم في وسط الزيت هذاك والثوم يتقليه ويزيدوا يخرجوا الريحه نتاعهم البنينه. نستناوهم يتشتشوا شويه بركه ومن بعد نحطوهم. قديش نموت على ريحه المكليت كي يبداو يتقليو، احسن مومون هذاك والله، ريحه فيوحه 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 بالكبير بالكبير.
اكلوا فحت الكل خرجوا ريحتهم. بالطوب باش نجيو باش نحطوا الدجاج نتاعنا اللي قصيناه شنيا دي بيتي مورسو اون دي. هايله هاي نخليهم يتقليو خاطر من بعد باش نزيدوهم البصل وباش نزيدوهم الفلفل. هوني اخترت باش نعمل ثلاثه انواع نتاع فلفل باش نعطي الوان زاهيه ومحليهم. دونك لقيت الفلفل هذا ولقيت الفلفل الاخضر والاحمر. قلت طيب يعني نعملوا حاجه مزيانه كالعاده قصوهم طريفات صغار باش نربيهم في الاخر بالكل باش يخلي باش تقعد تتقرمش معناتها الخضره والكل. فهمتوني باش ما تجربوهاش على الروسيت قولوا لي ما ناكلوش البتنجيل باش تبدلوا رايكم راه في الشرق ياكلوه برشا في الشرق والاتراك زيدا ياكلوه برشا برشا برشا. عندهم بابا غنوش لبنانيين والسوريين والاردنيين زيدا مكلتهم ياسر 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 بنينه. شكون اخر؟ واللبنانيين والفلسطينيين. الدجاج نتاعنا طاب اموره واضحه ما حطيتش فيه الماء ينشحك الماء نتاع البوليل كله. ومن بعد نجي هنايا شو محليهم الالوان نتاع الفلفل باش نحط الفلفل نتاعي باش نزيدهم البصل باش نزيد البصل مقصوص فينمون ياسر جويد. شو ما بنهم الالوان شطاخ ايه نحب بين الالوان في وسط الماكله. فوالا خلي يذبلوا شويه برك. ريحه 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 هاي باش نطفي توا جست نذبلوا شويه خاطر من بعد كان هكا الفلفل باش يزيد يصيب الماء نتاعو والدنيا والجو يولي درا كيفاش. دونك جو بريفير هبيل لا كولور هبيل هبيل باهي خليوها تبرد. توا باش نجيو نقصو لوبرجين ولوبرجين راهو في استوس باش يذبل شويه ويطوعنا من بعد في المانيبيولاسيون نتاعو. لازم السكينه تكون ماضيه باش تقصو فوالا. دونك الاستوس نتاعنا هوني شنيا هي. دونك الاستوس شنيا نجي هوني ونحط نحط الملح. الملح باش يخلي لوبرجين تذبل حتى كي نجي نطيبها تبدا امورها مريقله. فوالا خليها شويه هكاك مقدار درجين نرجع لها نلقاها ذابت هكا وذبيله تعلق. خليناه درجين من زمان تعرف شنو هو سيب الماء نتاعو الكل وشوفوا الكعبه كيفاش وليت. شوف ليتوها. دونك من بعد جيو نشفوا الماء هذاك هذاك الكل من الملح. الملح يعمل هكا ولا دونك توا واش باش نعملوا لهم توا نجموا تشلوهم من الملح والا تخليو الملح نتاعهم هكاكا جست نقصوا لهم الماء هذاك وباش نبداو نشويو فيهم باش نقليوهم شويه باش تجي هكا مطعمها. نجموا تشويوهم ولا تقليوهم الزوز مسموح به. ريتوهم كيفاش ريتو كيفاه قلت لكم انا هوني علاش انا هوني انا هوني باش نبدل لكم فكرتكم على برشا حاجات باش نعطيكم دي غوسيت هايلي. خاطر توا كي نقولوا اوبرجين كي نقولوا بتنجيل ونقولوا القرع الاخضر ما نحبوهمش برشا هكا ولا محمد. هوني عندي الويل فيجيتال نتاع جديده باش نجي ونحط شويه ما نحطش برشا نخليوها تسخن شويه ونبداو نطيبو. اونتروتون خل نوريكم حاجه ريتو هذه برد التويكه باش نجي نحط لها الفخوماج شيدار هذايا الصوص اللي حاضره باش نتاع بريزيدون باش نزيد تبننها على الاخر. ممكن نجي هنايا ونزيدها لك الخضره نتاعنا هاي
هذا المطلوب. شو حتى التكستور متاحة كيفش ولي؟ وهذا بلا صحي بالحق، فيه برشا خضرة وحتى صغار نتصور يشيخوا عليه على الاخر. بدينا يلا باش نبداو توا نشفيو التشتيشة اللي بنينا. هيا معانا هنقلبوهم هكا شوية لبعضهم. باش لونهم ما يكحالش تنجموا تحطوا شويه شويه شنو شويه شنو شويه شنو قرص. ونبداو في الاسامبلاج. عندنا الدنيا الكل، الفخس نتاعنا، لوبرجين، الصوص طوماط، زدت حضرت صوص بيشاميل في الاخر بالكل باش تجي غاتيني هكا ومزيانه. هنا عندي صحف، الصحفه هي اللي باش نعملوا فيها اللوبرجين نتاعنا. نبداو نحطوا اللوبرجين نتاعنا، قوش علينا باش نكفنوا حاجة. دونك نحطوهم يبداو هكا بحظة بعضهم. نجمو تاخذوا نتاع الفوندون هذاك تعملوا بيه، زادا يجي أمورو امريكلا. باش من بعد نسكروه، نجي نحط الفاكس فيها فن ذي الفاخص تبقى حاجة مانيفيك. نجي ونبدأ نسكر هنا، نبدأ نسكر هنا. عندي البلاتو نجيبه بحذية، هذا البلاتو في الوسط. البلاتو باش نحطو صوص طماط كيما الصوص نتاع بيتزا، باش نحطو طماطم فريشكة، شوية طماطم معجونة، ثوم، زيت، ورند. خليهم يبققوا بالكدا ومن بعد نحطوهم في الواحد. باش نحط شويه برك من اللوطه. دونك الصوص هذي كيما قلت لكم كيما نتاع اللازانيا نتاع البيتزا، وتجي خفيفه وبين على الاخر. فوالا نحطو فرشه من اللوطه ونجي هنايا نقلب اكل لوبرجين نتاعي فارسي ونجي نحطها هون. هلا هذه الكعبة الثانية نتاع لوبرجين فارسي، ريتوها حطوها هون. نزيدو نكملو كعبة أخرى، بربي شقولكم فيها، سهلة ولا مش سهلة؟ وهذه الصوص والحشو، أنا صوص كي نقصد الحشو. وهذه الكعبة الثالثة، مزدنا شخشخناها بالكدي. دونك توا باش نجيش نحط شويه صوص من فوق، صوص هاو طرف الرند مشي يجا لهوني وين ماشي، نحطو هكا في الكل. نجي باش نحط شنو هو هذايا اللي حضرتو، حضرت البشاميل باش تعطينا هكا الغراتيناج من فوق وتجي هايله. شويه كالفوندون تاع فيزيدون باش نحطوه من فوق. شنو باش نعملولهم؟ باش نخليهم في الفور قديش؟ باش نخليهم في الفور 15 مينوت على 180 درجة باش تعملك الغراتيناج من فوق ويذوبك الفخوماج وك الدنيا والجو هكا هو، وتبدا جاهزة لشنو؟ للأكل. دونك باش نحطوها على 180 درجة مدة 15 دقيقة. والريحة فيوحة وبنينة، والله الريحة فيوحة وبنينة. هاني خرجتهم توا من الفور، ميبا قعدوا 10 مينوت ظهر لي وخرجتهم من الفور، عملوا كالغراتيناج والجو الكل، زدتهم من فوق كرشة المعدنوس. أول حاجة منظرها ياسر محلي، وثاني حاجة تعطينا لوغو هذاك المعدنوس الفرشك والكل. هيك هو عاد شقعد توا باش ناخذو نحطو ونذوقو البنة.
نسيت البلان دو طرافاي. دقيقة يشهي ولا ما يشهيش؟ أمان توا باش نزيدو نعملو ديكوب ونشوفو أكل فاخس كيفاش من داخل ذابت وليت بنا على بنا. الريحة تشهي كل الفلفل وكل الأوبرجين والصوص والدنيا والدجاج اللي فوحناه بالقدي بالقدي بالفحات متاع الشاورما حاسيلو بنا عالمية. دونك شي قعدت توا قعدت الديجوستاسيون ولازمني نذوق. صنع يديا وحياة عينيا. هاي لا ما هذه البنة يا تنويشة هي تاع شنو ناقصها؟ تنجم تزيدو هكايا شوية هريسة عربي باش تزيد توزوزها ولا فلفل يكون حار. امل بنا مضمونه ملا بنا ملا بنا. شنو قعد ناقصنا تويكا كان باش نجربوا الريسيت هذيا؟ نستنى من عندكم التصاور نتاعكم. ما تنساوش باش تصوروا وتبعثوا لي على الباج فيسبوك ولا انستغرام تنويشه كهو. كيف فاتتكم الحلقه وين تلقاوها؟ على الباج فيسبوك ولا انستغرام ولا يوتيوب تنويشه والا نسمه كويزين. انا تلقاوني في دبره اخرى الجمعه الجايه. بوسكم برشا. تشاو.